مسطح هو عمرو بن أثاثة بن المطلب، صحابي بدري شهد مع النبي محمد المشاهد كلها، أسلم في مكة وهاجر إلى يثرب، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن المزين من الأنصار، واسمه عوف، ولكنه اشتهر بلقبه مسطح، وأمه هي أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ريطة بنت صخر خالة أبي بكر الصديق، وقد أسلمت أمه وأسلم أبوها قديما. توفي مسطح سنة 34 للهجرة وعمره يومها 56 سنة، وقد شهد وقعة صفين مع علي بن أبي طالب. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أعطر بها مجالسكم، ومحطة جديدة نقف فيها مع صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب جديد وحلقة جديدة وصاحب جديد. اليوم ترسو سفن الحديث عند مسطح ابن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه. مسطح لقبه، يقال اسمه عوف ويقال اسمه عمرو. أمه كانت ابنة خالة سيدنا أبي بكر، واسمها سلمة، ومعروفة بأم مسطح. فكان سيدنا أبو بكر ينفق على مسطح لأنه كان رجلا فقيرا، قد خصص له دفعة شهرية أو أسبوعية أو بين الفينة والأخرى أو نحو ذلك. مسطح رضي الله عنه وأرضاه يوم خاض المنافقون في حديث الإفك كان في من خاض، علما أنه مؤمن، لكن أحيانا يسارع الإنسان فيتكلم بكلام لا دلالة له فيه. هذا الكلام يكون من الخطر بقدر ما يكون الموضوع خطيرا، أو يكون الشخص خطيرا. لك أن تتخيل المنافقين وهم يتحدثون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقذفون السيدة عائشة بتهمة الزنا مع صحابي هو صفوان بن المعطل. لك أن تتخيل كيف ثاروا وماروا لينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التهمة. الغريب أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا قول المنافقين وسمعوا حجتهم وتأثروا بقولهم خاضوا في من خاض. كان مسطح هو واحد ممن خاضوا. تعلمون السيدة عائشة كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت لبعض شأنها، وافق ذلك مضي الجيش من مكانه، ولم ينتبهوا أن عائشة ليست في هودجها. بعد ذلك جاء مسطح، أو بعد ذلك عفوا جاء سيدنا صفوان وهو يتفقد موضع الجيش، لعل أحدهم نسي سلاحه، لعل أحدهم نسي متاعه، فوجد أم المؤمنين وحيدة أركبها على ناقته، ووالله ما سمعت منه كما قالت السيدة عائشة إلا أن استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أدركوا الجيش بعد 6 أو 7 ساعات وقد وصلوا إلى الجيش مع حر الظهيرة. عندها خاض المنافقون في هذا الحديث، وخاض مسطح في من خاض. لما وصلت أو طرقت مسامع أبي بكر الصديق تلك الأخبار أن مسطح ابن بنت خالته الذي ينفق عليه أبو بكر ويرعى شأنه ويتفقد أحواله يتكلم عن ابنته ويقذفها وينال من عرضها، قرر أبو بكر الصديق أن يقطع النفقة عن مسطح. لكن الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بعمل الخير أيا يكن المنتفع من هذا الخير، فأنزل الله سبحانه وتعالى أمره فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما سمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم عاد للنفقة على مسطح ابن أثاثة. أيها الكرام، يوم كنت أجمع مادة هذه الحلقة بحثت في سيدنا مسطح، لم أجد تقريبا من تحدث عنه إلا وقد صدر الحديث عنه بهاتين الصفتين. الصفة الأولى أنه رجل خاض في حديث الإفك، والصفة الثانية أنه فقير كان ينفق عليه أبو بكر ثم قطع نفقته لما تحدث عن بنت أبي بكر. إن نستخلص الدرس من قصة سيدنا مسطح رضي الله عنه وأرضاه، نستخلص
أن لا تتحدث أخي الكريم إلا بما تعرف، بما عندك فيه عند الله بينة. ديننا دين كلمة، كلمة ترفعك وكلمة تضعك. أريد أن أسألك، كيف دخلت هذا الدين؟ بكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله، تدخل الدين. كيف تخرج من الدين؟ بكلمة. كيف تتزوج؟ بكلمة. كيف تطلق؟ بكلمة. كيف تبيع؟ بكلمة. كيف تشتري؟ بكلمة. كيف تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك؟ بكلمات تذكر الله سبحانه وتعالى فيها. فمسألة الكلمة مسألة خطيرة جدا في شرعنا. مصطح في تاريخه تكلم بعض الكلمات لم يتحر عنها فبقيت في سيرته كل هذا التاريخ. مصطح صحابي جليل نترضى عنه، لعل الله سبحانه وتعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ومصطح هو واحد من أهل بدر، رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله أجمعين. نلقاكم في موعد آخر، فابقوا في الموعد. الأحباب كان سيرة العدنان زان، منه أخبار تعافي حين يرويها اللسان.